يعني مثلا حديث وضع اليد على الصدر في الصلاة، اليد اليمنى على اليسرى، لا يقول به أحد من الأئمة الأربعة. خلاص مستغربين صح؟ مش مشكلة، الأئمة الأربعة على خلاف هذا الحديث، بل حكي الإجماع على خلاف هذا الحديث. هو مش إجماع لكنه يعني لا تجد في السلف إلا آحادا قالوا بهذا الحديث، لكن جمهور الأمة على عدم سنية هذه الصورة اللي أنتم بتشوفوها، اللي معظم المعاصرين دلوقتي بيقولوا إيه هي السنة. وبعدين الحديث في 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 الصحيح وضع اليمنى، أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا، ولم يحدد إيه موضعا. فتجد الإمام أحمد، الإمام أحمد ليه ثلاث روايات في المسألة: الوضع تحت السرة، الوضع على البطن كده بين الصدر والسرة، والتخيير بين الموضعين، ونص على كراهية وضع اليد على الصدر. فأي واحد يقول خلاص ما فيش مشكلة، احنا يا أخي احنا متعبدون بالسنة مش متعبدون بأقوال الرجال. ولعل الإمام أحمد لم يطلع على هذا الحديث. الجواب السهل اللي على ألسنة الناس: لعله لم يطلع، لعله لم يبلغ. طب إيه رأيك إن الحديث في مسند أحمد يا عم؟ حديث في مسند أحمد. إذن ما الجواب عن هذا؟ يرويه وبعدين يقول لك مكروه، يبقى إيه اللي عنده في المسألة؟ إن الحديث هذا ضعيف، وإلا يعني كيف لا يأخذ به؟ خلاص؟ وهكذا هذا كثير. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.